وشاه او مدرعات او لا، ده الجيش اللي عباره عن اسلحه كتيره كلهم بيبقوا انتجريتد مع بعض عشان يعملوا المهمه او الاكشن اللي هتتعمل، صح؟ وبالتالي انت لما تيجي عايز تدرس الجيش بالتفصيل فبتمسك سلاح سلاح تتعرف عليه. ده اللي احنا هنعمله في الايمونولوجي، ان احنا هنبدا في الاول نمسك جزء جزء من الاميون سيستم، خليه خليه، فرع فرع، سلاح سلاح، ونتعرف عليه الاول طالع منين؟ بيحصل له اكتيفيشن ازاي؟ وبيشتغل ازاي؟ وايه الاسلحه اللي بيستخدمها عشان يقتل او يحارب الانفيدرز دول؟ وبعد كده في النص الثاني من الاميونتي بنروح جايين عاملين ابلكيشن الكلام ده، بنطبق الكلام ده بشكل عملي ونشوف لو دخلت بكتيريا مثلا الاميون سيستم كله مع بعضه يشتغل ضدها ازاي؟ لو دخل فيروس الاميون سيستم كله مع بعضه يشتغل ازاي؟ كمان في النص الثاني من الاميونولوجي هنتكلم عن ازاي لو الاميون ريسبونس رد فعل الجيش بتاع الجسم ده كان زياده عن اللازم ومبالغ فيه ومتوجه باتجاه غلط يحصل حاجه زي الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، هو ده الاميون ريسبونس كان اكسجريتد الاميون ريسبونس ومتوجه باتجاه غلط. فهنتعرف مع بعض على الهايبر سنسيتيفيتي، هنتعرف مع بعض ازاي ان ممكن في لحظه من اللحظات الجيش يحصل فيه خلل ما فبدل ما يضرب في الانفيدرز يضرب في الجسم نفسه. ايه؟ مش انقلاب اوتو اميون ديزيز عشان بس كان واضح. مش عايزين اي سياسه خلاص. اوتو اميون ديزيز ده شكل من اشكال الخلل في الاميون سيستم، ان الاميون سيستم هو شخصيا اللي يبدا يضرب في الجسم بتاعي، صح؟ هنشوف كمان ان الاميون سيستم ليه دور مهم جدا في التيومرز، وازاي ان كل واحد فينا من الناس اللي قاعدين هنا بيطلع عنده الجسم تيومر سيلز. كلنا بلا استثناء. بس بفضل الله ان ربنا خلق عندنا سيرفيلانس سيستم قوي جدا، الميون سيستم بيعمل شكل اشكال المراقبه لكل الخلايا، واول ما بتظهر الخليه تيومر يقضي عليها على طول. امال الناس اللي بيجيلهم اورام بيجيلهم اورام ليه؟ لان حصل خلل في الميكانيزمات اللي الميون سيستم بيحارب بيها تيومرز، حصل اسكيب من السيرفيلانس سيستم او نظام المراقبه اللي عنده في الميون سيستم. كمان هنشوف ازاي ممكن يبقى في نقص في المناعه، سواء كان مشاكل كونجنتال يعني الطفل يتولد عنده مشكله في الاميون سيستم، او حاجه اكواير زي ما بناخده في البيولوجي اللي هو الاتش اي في فيروس. ايه الاتش اي في ده؟ ده الفيروس اللي بيهاجم المناعه بتاعتنا فيعمل ديزيز اسمه ايدز، صح؟ وده بيعمل ايه؟ ما هو ايدز يعني اكواير اميون ديفيشنسي، ده شابتر لوحده اسمه اميون ديفيشنسي. كمان هنتكلم مع بعض في الاميونتي في الجزء الثاني منها عن ازاي ليها علاقه قويه جدا بعمليه الترانسبلانتيشن وزراعه الاعضاء المختلفه اللي ممكن تخش الجسم، وازاي انه اصلا عمليه الريجكشن دي بيبقى السبب فيها ان الاميون سيستم اتعرف على الحاجه اللي اتزرعت على انها حاجه غريبه. طب احنا هنبدا دلوقتي ايه؟ هنبدا بقى من البدايه خالص نتعرف على الاميون سيستم كل جزء على حده لوحده. بس خليني عشان اوقات ناس كتير بتبقى بالنسبه لها حكايه ان احنا بنستخدم نبض الجيش او صور من انتر، يعني هي القصة مش انتكاسة والله، ده القصة ببساطة شديدة جدا بدأت من أول ما سميناها كلمة اميونيتي. لأن اميونيس دي لفظ في اللغة اللاتينية معناها مجند في جيش. يعني القصة لأن هي فعليا كده، أنت عندك هنشوف دلوقتي إحنا بنرسم الحاجات دي كلها وبنتكلم مع بعض، وده بعد إذنكم. يا ريت وإحنا شغالين عايزكم ما تقولوش كده سلبيين بس دي. لا أنا عايزكم أكتف بمعنى كل واحد يبقى معاه ورقة وقلم كده ويطلع حاجات يرسمها، لأن الرسومات دي اللي هتسهل علينا كتير ان احنا نذاكر. لان اوقات كتير بتلاقي باراجرافات كده مكلكعه، لا انا عايز ترسمه بايديك وهتسهل عليك خالص انك تفهم الكلام اللي هنقوله ان شاء الله. كويس؟ انا عارف ان انت بعته عايز تفضل مقلتك وناخد الورق في الاخر وخلاص بقى بس معلش اتعبوا شويه معايا النهارده. خلاص؟ طيب الفكره ببساطه شديده جدا ان الاميون سيستم ده هو الجهاز اللي ربنا خلقه عشان يحمي الجسم من اي انفيدوس، اي حاجه غريبه من بره، او حتى اي خلل حصل جوه الجسم. فخلى خليه تتجنن كده تطلع تضرب بتعمل تيومر مثلا زي الكانسر. وبالتالي هو مهم جدا انه يبقى بيعرف يميز ما بين ماي سيلف انتيجنز ونون سيلف. يعني يبقى في عنده طريقه يميز ما بين الخلايا بتاعتي عشان ما يضربهاش واي خليه غريبه ثانيه عشان هي دي اللي اتعامل معاها. كويس قوي. هيعمل الكلام ده ازاي؟ قبل ما اشوف هيعمل الكلام ده ازاي قول لي الاول هو فين التيشوز والاورجنز والسيلز المسؤوله عن الاميون سيستم؟ هنلاقي رحمه الله هنلاقي ان التيشوز اللي عندنا مسؤوله عن الاميون ريسبونس هما اثنين رئيسيين. برايمري ليمفويد تيشو او بنسميه سنترال، وبريفرال او السكند ليمفويد تيشو. ايه الفرق بين الاثنين؟
البرايمري انفكتشن عندنا مكانين رئيسيين اللي هو الثايموس والبون مارو. خلينا نقول لك البون مارو كمان قبل الثايموس. دول المقصود بيهم ايه؟ دي المصانع اللي هيتصنع فيها الخلايا بتاعه الاميون سيستم. وخليني ابقى امين معاكم، هو كل السيلز الستيم سيلز البريكورسرز الاولانيه خلايا الامهات الكبيره اللي هتطلع بعد كده خلايا كتير كلها طالعه من البون مارو. بس في شويه منهم بيتحركوا يروحوا للثايموس عشان بعد كده يطلعوا لي الدي ليمفوسايتس. ما بقى الحته بتاعت البريفرال انفكتشن ايه؟ ده زي السبلين، زي الليمف نودز المختلفه، كويس؟ زي البلط. ايه البلط ده؟ ميكوزال اسوشيتد انفكتشن. انت تحت اي ميكوزا عندنا في الجسم بيبقى فيها الليمفويد باتشز او الليمفويد نوديولز او الليمفويد تيشوز. هدفهم ايه؟ السكند الليمفويد تيشو او البريفرال الليمفويد تيشو ده بيفكر يظبط بالكمائن. يعني ايه كمائن؟ كمائن محطوط في اماكن مختلفه من الجسم على اساس انه يفلتر البلد، وده الاسبرين عشان كده ده اكبر كمين محطوط عندنا هنا كده، البلد يعدي عليه فيعمل له فلتريشن يصطاد منه اي اورجانيزم ماشي فيه، او يفلتر الليمف. مش في عندنا الليمفاتكس دي ماشي جواها حاجه اسمها ليمف، والبكتيريا دايما تفضل انها تمشي ليمف ولا بلد؟ ايه رايكم انتم؟ ليه؟ هي تفضل اكتر على فكره انها تمشي في الليمف. ليه؟ عشان ابطا في الحركه بتاعها، عشان سهل ان هي تروح جايه تعمل اديشن في اي حته وتبدا تريبليكيت، لان البكتيريا ما بتعرفش تريبليكيت وهي بتتحرك، فالفلو القوي جدا بتاع البلد ده بيمنعها من القصه دي، لكن مش مانع ان في حاجه اسمها بكتيريا، يعني بكتيريا ممكن تنزل في البلد وتبدا تريبليكيت وتكتر اند سو. طيب يبقى تاني البرايمري كوي تيشو بمنتهى البساطه هو المكان اللي هتطلع منه الخلايا وكانه بالظبط المصنع. اما السكندري وكانه وصفه، هو اللي بيصفي او بيصطاد او بيعمل تراكنج لاي اورجانيزم داخل الجسم بتاعي عشان يحصل هنا الاكشن. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك انه ببساطه شديده جدا الخلايا بتطلع من المصنع بتاعت الاميون سيستم، ولو انا بتكلم اقول بي والتي لينفوسايتس هيطلعوا من هنا، يعني دول بيتكونوا في البرايمري تيشو وبعدين يتحركوا يروحوا رايحين على فين؟ على السكندري عشان يفضلوا قاعدين مستنيين ان يعملوا الاكشن بتاعهم. كلام جميل قوي. طيب ايه تاني عايزين نعرفه عن التيشوز اللي انفولفد في الاميون سيستم؟ ده السيلز، مجموعه السيلز المختلفه اللي طالعه عندي عشان تشتغل في الاميون سيستم. هنلاقي ان كلهم كان فيهم ستيم سيل كتير قوي موجوده في الهوم مارك. اتقسمت وطلع منها نوعين من الستيم سيل. حتى احنا بنسميهم كده كانهم خطوط انتاج. لينفويد سيل لاين ومايلويد سيل لاين. يعني السيل لاين او خط الانتاج بتاع الليمفويد ده اللي هيطلع منها بعد كده كل الليمفوسايتس. مايلويد اللي هيطلع منها بعد كده بقيه الخلايا. عشان سهل على روحنا. سواء كان فاجوسيتك سيلز او جرانيولوسايتس. هما ايه اللي انت عملتهم دول؟ هنتكلم عنهم بالتفصيل كمان شويه. بس خلينا نقول الليمفويد سيل لاين هي خليه كبيره قوي بتتقسم بعد كده يطلع منها ستيم سيل هتطلع تي ليمفوسايت، ستيم سيل تطلع بي، ستيم سيل تطلع الناتشرال كيلر سيل. الناتشرال كيلر سيل دي تعتبر ليمفوسايت؟ ايوه هي فعلا ليمفوسايت، هي تعتبر اخت للتي والبي. لكن هنعرف قدام كمان شويه ان البي والتي دول بيشتغلوا سبيسيفيكالي، يعني بيشتغلوا ضد انتجن بعينه، هضرب هاجر بس، هضرب اسلام بس. انما الناتشرال كيلر سيل لا، بتشتغل ضد اي حاجه غريبه، شوف معايا انها من ضمن الانيت او النون سبيسيفيك اميونتي. طبعا على الناحيه الثانيه المايلويد سيل لاين، دي بيطلع منها بقى بقيه الخلايا، سواء اذا كانت جرانيولوسايتس او الفاجوسيتك سيلز. ايه الزياده في الرسمه دي؟ هي نفس الكلام اللي فات، لكن عايز اقول معلومه بسيطه هنا انه في فوق كل سهمه حروف صغيره. الحروف دي هي مجموعه من السيتوكاينز. ايه كلمة سايتوكاينز دي؟ سايتوكاينز كده كأنها سلاح الإشارة بتاع الإميون سيستم. هي اللانجوج اللي بتتعامل بيها الخلايا في الإميون سيستم، وكأنه هو ده الأوردر. عبارة عن كيميكال ميديتور بتفرزه خلية يروح لسيل تانية يعمل لها اكتيفيشن، أو ممكن يروح لسيل تانية يعمل لها سبريشن أو نيوتريشن. أو يعمل لها ستيميوليشن فور مالتيبليكيشن. فهمتوا القصة؟ عشان كده حتى في الديفلوبمنت أهو هي السايتوكاينز واحدة من الحاجات اللي بتأثر على الديفلوبمنت والماتيوريشن أوف أور سيلز. ماشي. هأكد تاني الليمفويد ستيم سيل كان في منهم خلية بتهاجر تروح للثايموس هيبقى اسمها ثايموسايت، ودي اللي هيطلع منها الدي ليمفوسايت
اما الباقيين كلهم في البومبارو، يبقى بقيه الحاجات كلها بتطلع من ايه؟ من البومبارو. ماشي، كلام جميل قوي. طيب الاميون سيستم بتاعنا يا شباب لو جينا نقسمه هنلاقينا بنقسمه الى تو ليفلز، مستويين او خطين دفاعيين. الخط الدفاعي الاول وده حاجه كده شبه حواجز، سواتر، حاجات تمنع اي اورجانيزم او اي شيء غريب انه يدخل. عشان كده بنقول عليها ان هي موجوده بالفطره، ناتشرال اميونيتي او انيت اميونيتي، بتشتغل نون سبيسيفيكلي، اي حاجه غريبه ما تخشش، ما بتميزش ايه. انما الناحيه الثانيه هنلاقي ادابتف او اكواير، لان دي بنكتسبها مع الوقت. يعني انا ما بتولدش عندي مناعه ضد الحصبه ولا عندي مناعه ضد الهيباتيتس، انا بتولد ما اعرفهمش اصلا. هما امتى يبقى عندي مناعه ضد الحصبه او ضد الهيباتيتس؟ والله يا اما لما يجيلي الديزيز نفسه بشكل حقيقي، انا جالي الديزيز بقيت انفكتد، او اني اخد فاكسينيشن، صح؟ فاكسين، كلام مظبوط. عشان كده هكتسب مناعه فسميناها اكوايرد اميونتي او ادابتف، لاني بدات اكونها انا بس تاليتر قدام. هنلاقي فروق كتيره ما بين الانيت والاكوايرد. الانيت مجموعه من الباريرز ومجموعه من السيلز ما بتميزش، ما بتفرقش، شغاله نون سبيسيفيكلي. هنا لا، هنلاقي مجموعه من السيلز لازم تبقى عارفه هي هتضرب مين تحديدا. هنا ما عندهاش ميموري. يعني النهارده حجزت محمد واحده ما يخشوش، لو جم بكره مش فاكراهم، ما بتفتكرش. لكن هنا في ميموري. يعني ايه ميموري؟ يعني لو انا في يوم من الايام جالي حصبه، خلاص ما انا بقى عندي immune response against الحصبه اللي هي ميسلز، يبقى مش هتجيلي تاني. هي مع كلمه ميموري ايه؟ مش هتجيلي تاني، عشان بقى عندي ميموري سيلز فاكره اللي حصل في اول مره، فعند السكند اكسبوجر لما اتعرض مره ثانيه للباثوجين مش هيحصل اي مشكله ان شاء الله ولا لا. ماشي؟ طيب خلينا نخش بقى الدف. هنبدا نتكلم عن النيت اميونتي المفصليا ونتكلم عن الاكوايرد اميونتي. طيب النيت اميونتي، النيت اميونتي اللي هي خط الدفاع الاول ده، هو متكون من كذا حاجز، من كذا حاجه. يعني ايه؟ تعالى نشوف. يعني لو احنا حبينا كده نقول ان انا لو في اي فيديو هنقول اي باثوجين بيحاول يدخل الجسم، باثوجين ده ممكن يبقى بكتيريا، فيروس، وات ايفر، او ايه، هيلاقي خطين دفاعيين. الخط الدفاعي الاول هو الانيت اميونيتي، صح؟ بيتكون من ايه؟ الخمس حاجات اللي احنا شايفينهم دول. تعالوا نرسمهم وكأن كده عندي ادي اول حاجه فيهم، اول سور من الاسوار الاولانيه دول اللي هي كانت مجموعه من الباريرز، صح كده؟ طيب ايه الحاجه الثانيه؟ ده في السور الاولاني برضو عندي هنا النورمال فلورا، كويس. ايه تاني من الحاجات؟ في ميكانيزم كده اسمه فاجوسايتوزيس. واخر حاجه عندي او اللي قبليها دايركت اكسترا سيرال كيلينج ودايركت كيلينج. واخر حاجه عندي كانت سوليبل ميديتورز او سوليبل بروتينز. وانت راسم ايه كده؟ انا بحاول ارسمهم لكم وكانهم هم حائط الدفاع الاولاني اللي هيمنع اي باثوجين انه يخش الجسم. مهم قوي ابقى عارف تفاصيل عن كل واحد من دول. يعني على سبيل المثال بيني وبينكم انتوا بتاخدوا الموضوع شويه كتير، الكلام ده يتجن ما نقعدش نحفظ فيه. يعني الجزء بتاع الانيت ده لو انت قريته مره اتنين خلاص ما تقعدش تحفظه بقى الوقت. وبعد اذن حضراتكم اللي النهارده لما تسمعوا حصه لازم ترجعوا تقروا، بس ما تقروش من اول الانيت، ما تقروش من الاول. ما تقروش من الاول عشان كل اللي حضراتكم بتعملوه من ساعه بداتوا السنه انكم تبداوا من الاول. خلصوا ثلاث اربع صفحات وتقوموا مفيصين وشايفين حاجه. اللي معاه الورق او المذكره او الكتاب اللي بيذاكر منه يبص فيه واحد ورق ورقه الثانيه. خلينا نشوف القصه ايه؟ اول حاجه عندنا مجموعه من الميكانيكال باريرز. لو انا افترضت ان الناس دي عايزه تخش جوه القصر ده، ايه اللي مانعهم؟ سور وفي بوابه. ذا سيم سيتويشن عندنا في الجسم. ربنا سبحانه وتعالى عامل ميكانيكال بارير قوي جدا اللي هو السكين، محاور كل حته في الجسم فبيمنع اي اورجانيزم يخش. مش هيقدر يدخل الا لما يبقى فيه وند، جرح، سيرجيكال، اي حاجه مقطوعه، اي في جزء مش انتكت من السكن ممكن تخش من خلال البكتيريا. دكتور، طب البوابات دي بتاعت الحصن بتاعنا اللي هي الجسم بتاعنا
بتأمنها برضو ازاي؟ ما انا عندي بوابه زي الكوره الكامله، عندي تو تومسونز قاعدين هنا عشان يصطادوا اي اورجانيزم. النوز في ميوكس سكريشن هتشوف بيعمل ايه؟ في هيرث نوسترلز عشان يعمل ترابنج لاي اورجانيزم. كويس؟ وغيرها من الفتحات، كل واحده من الفتحات دي او الاوبننجز دي متامنه بشكل او باخر. يبقى دي ميكانيكال باريرز. زي ايه تاني ميكانيكال باريرز؟ زي السيليا. المومنت بتاع السيليا في الريسبيراتوري سيستم دي بتعمل ايه؟ بتطلع لي اي اورجانيزم بيحاول يخش الريسبيراتوري سيستم. اتس اكتنج لايك وكانها ماشيه، يعني عارف انت هي عماله تكنس او تطلع اي اورجانيزم بيحاول يدخل عندنا الجسم. بتكنس الكلام ده. طيب ايه تاني ميكانيكال باريرز؟ الميوكس. الميوكس اللي موجود عندنا في كل حته ده فكرته انه اي اورجانيزم بيحاول يخش الجسم تستك يلزق، فما يعرفش يكمل ويعدي. ده واحد من الميكانيكال باريرز اللي ربنا خلقها. وهات تاني، هو ما بيميز مين اللي يخش مين ما يخشش؟ هو اي حاجه غريبه هتلزق المنظر ده. فهمنا القصه؟ طيب كلام جميل. في مجموعه من الكيميكال باريرز عندنا، على سبيل المثال انت لما بتلاقي مثلا في الاورا كافيتي الراين ولا اسيدك؟ الراين اسمها ايه؟ الكراين ولا اسيدك؟ الكراين الاسطوان الانتستن. طب والبي اتش اللي بتتغير دي؟ اكيد اكيد هي لو فلينجنتي. ازاي يا دكتور؟ ما هو ببساطه لو بكتيريا دخلت ادابتت على الكراين ميديا بلعت راحت نازله في الاسطوانك هتموت من اسيدك. طب هي عندها بتعمل ادابتيشن او متعوده على اسيدك، لو نزلت تاني الكراين يبقى التشينجز في البي اتش دي هتخلي البكتيريا ما تعرفش ايه تعمل ريبليكيشن، او على الاقل حتى زي قصه الاسطوانك كتير من الاورجانيزمز اللي بتخش لنا معاها بتتدمر بالاسيدك العاليه جدا فيها. كمان هنلاقي ان في لايزوزايمز بتتفرز في اماكن كتيره، سكريشنز كتيره من عندنا بيتفرز فيها لايزوزايمز ليها ديستركتيف افكت. الانزيمز المختلفه في الدايجستيف سيستم زي ما بتهضم الاكل بتهضم البكتيريات واورجانيزمات بتحاول تخش عندنا. في حاجه اسمها ديفنسينز، ودي برضه بعض مجموعه من البروتينز بيبقى ليها ديفنسيف افكت وديستركتيف افكت على البكتيريات اللي بتحاول تعدي وتدخل الجسم. نورمال بكتيريا فلورا، ده حاجه من الحاجز الثاني. النورمال بكتيريا فلورا يا شباب هي بالظبط بشبهها بالجواسيس. بكتيريا شغاله مع الجسم ضد البكتيريا. بجد؟ والله. لانه ما وصلش ايه جدا؟ النورمال بكتيريا الفلورا دي بتساعد الجسم في ان هو ما يجيلوش بكتيريا الانفكشن. طب ازاي؟ عندها اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه انها بتعمل اوكيوبيشن. يعني ايه؟ بتشغل المكان. احنا عندنا في الاورا كام دي نورمال فلورا اعلى على السيلز. يبقى الباثوجينيك لما تيجي ما تلاقيش سيلز تمسك فيها. صح؟ رقم اثنين بتعمل شكل من اشكال الكومبيتيتيف انهبيشن. بتكمبيت على ايه وتنهبت ايه؟ بتكمبيت على نيوتريت ماتيريالز فانهبت الجروث اوف باثوجينيك. يعني من الاخر كده هي اعلى، بتاكل اي نيوتريت ماتيريالز فباثوجينيك لما تيجي ما تلاقيش حاجه تاكلها. خلاص يبقى مش هتطلع. كمان بعض انواع النورمال فلورا يا شباب بتطلع انتي بايوتيك لايك سابستنسز زي البكتيريوسينز. بتطلع مواد زي المضادات الحيويه تقدر تقتل بيها الباثوجينيك بكتيريا. في طريقه رابعه كمان اللي هي الكروس انتيجينستي. يعني النورمال فلورا لو عدت بالخلط لمكان غير مكانها. لا مش فاهم الحته دي. تاني هو النورمال فلورا ممكن تبقى فين وفين وفين وفين؟ عجل موجود على السكين. اورال كافيتي لا من الاخر كده. كل الجي اي تي من اول ماوس لغايه الانس، فاجينا، سكين، ريسبيراتوري سيستم. كل ده فيه نورمال فلورا؟ ايوه. كل الكافيتس دي كلها والسيرفيس دي كلها فيها نورمال فلورا. انا قلت لكم كل الكافيتس بتاعت الجسم على اليورينري سيستم، لان اليورينري سيستم مفيش فيه نورمال فلورا. يورين از ستيرايل سكريشن. اوكي؟ طب هي طول ما البكتيريا موجوده في مكان هي المكان بتاعها، يعني مثلا البكتيريا اكس المكان بتاعها السكين مفيش مشكله. طول ما هي في السكين، لكن لو دخلت من السكين للبلاد او دخلت موند تعمل مشكله؟ طبعا تعمل موند انفكشن. او تخش تعمل بكتيريا لان ده مش مكانها. عارفين زي فكره ايه؟ اللي يخرج من داره يتقل من داره. هي نورمال فلورا مكانها جي اي تي، يبقى ما ينفعش تروح يورينري سيستم. لو راح يورينري سيستم تعمل ديزيز والجسم يتعامل معاها على انها باثوجينيك ويكون ضدها الميو ريسبونس. طب الميو ريسبونس ان ذا فورم اوف ايه؟ ممكن يبقى انتي بوديز؟ ممكن. الانتي بوديز دي تقدر تضرب اي باثوجينيك شبهها.
ودي بنسميها كروس اميونيتي. مش فاهم يعني مثلا انتي بادز كمان ضد النضاره بتاعت احمد ممكن تضرب محمد او احمد اللي النضاره نفس الشبكه، تمام؟ ممكن ابقى انا كونفنسر وهم باثوجينيك، لكن انتي بادي واحد يشتغل عليها احنا الاثنين، ودي اللي بنسميها كروس انتيجينيتي. ايه تاني معانا؟ الميكانيزم اوف فاجو سايتوزس. والفاجو سايتوزس ده بيقوم بيه مجموعه كبيره من السيلز، خلايا كتير عندنا في الجسم تقدر تعمل فاجو سايتوزس. عشان كده احنا بنشبههم، حتى في منهم زي العساكر وفي منهم زي المدرعات او الدبابات العربيات الكبيره قوي. تعالوا نتعرف عليهم بالتفصيل. لو ده انفلاماتوري رياكشن حصل نتيجه ان حصل انجري في السكن، يعني دي حاجه دخلت في السكن عملت انجري ودخلت بكتيريا الحاجات الخضراء ديت، ايه الالغوريثم في الباثولوجي يحصل الاول؟ initial vasoconstriction followed by vasodilatation بعد كده migration of cells، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ دي الستبس بتاعت الانفلاميشن. هو نفس هو القصه بتاعت الانفلاميشن يا جماعه، هي الانشيت هو اللي بيجيب ريسبونس، هو اللي بيجيب ريسبونس بتاعنا. احنا هنخش في التفاصيل دي. اللي بيحصل ببساطه شهيره جدا لما قالوا لكم الكلام ده، قال لك شويه فلويدز بتيجي كتير قوي قوي، وبعدين بتتحرك. اول ما بتتحرك خلايا اسمها النيوتروفيلز، صح؟ والنيوتروفيلز يا شباب هي الخلايا اللي عماله تعمل فاجوسايتوزس دي، عماله تاكل الباثوجين. افتكروهم يا شباب بالظبط، النيوتروفيلز دول اتس لايك الايه؟ الجروح، العساكر. العساكر هم اللي بيشكلوا اكبر نسبه فيجيشن، عشان كده النيوتروفيلز بتاعتنا هتلاقي من 50 ل 70% من التوتال ليكوسيتيك كاونت. كويس؟ العساكر اول حد بيوصل لمكان المعركه واكثر حد بيموت. عشان كده النيوتروفيلز هي اول سيل بتوصل لمكان الانفلاميشن، واكثر سيلز بتموت تتحول لباص سيلز بعد ما بتعمل فاجوسايتوزس كتير. كويس؟ وعشان كده كمان اللايف سبان بتاعهم قصير، عمرهم مش قصير، مش طويل، ثلاث اربع ايام وتيرن اوفر ونكمل غيرهم ونكمل غيرهم وهكذا. تانيين دول النيوتروفيلز. كل شغلتهم كانت قصه الفاجوسايتوزس. ليه؟ عشان عاوز يعمل اليمينيشن للباثوجين اللي كان عامل لي المشكله. خلاص؟ طب ايه فاجوسيتك سيلز ثانيه؟ طب ما تيجي قبل ما نكمل بقيه الفاجوسيتك سيلز ثانيه نشوف يعني ايه الاول فاجوسايتوزس وبتتم ازاي؟ عشان مهم قوي يبقى عارفين الستيب ستيت. الفاجوسايتوزس ببساطه شباب ليها ستيبس. اول ستيب منهم اتراكشن اللي هي اسمها كيمو تاكسس. كلمه كيمو تاكسس يعني ايه؟ اتراكشن. يعني ايه اتراكشن؟ يعني ببساطه ان الفاجوسيتك سيل تو بي اتراكتد للمكان اللي فيه الباثوجين. طب وده بيحصل ازاي؟ انه في الغالب المكان اللي فيه الباثوجين زي الصوره اللي احنا شفناها من شويه حصل انجن، صح؟ الاندوثيليال سيلز والابيثيليال سيلز دي لما حصل فيها دامج بدات تطلع كيمو كاينز، بدات تطلع ايه؟ او خلينا نسميهم كيمو تاكتيك ميديتورز. ايه كيمو تاكتيك؟ كلمه كيمو تاكتيك هي من كلمه كيمو تاكسس، يعني هي عباره عن ماتيريالز بروتينز بتتفرز من الخلايا اللي اتكسرت او من الانتيريال سيلز كمان اللي في المكان اللي فيه دامج عشان تعمل اتراكشن للانفلاماتوري سيلز والاميون سيلز تو ذيس سايت من كل حته. افتكروها كده بالظبط، عارفين في الاعلانات لما كانوا يجيبوا ايه؟ الست اللي بتطبخ وشرب الماجي دي، تمام؟ وريحه تطلع يبقى الراجل يعرف مكان البيت من الريحه. لانه اكشن ده اللي بيحصل، الاميون سيلز او الفاجوسيتك سيلز بتمشي عكس الكونسنتريشن جريديانت. يعني ايه الحته دي؟ يعني الكيموكاينز الميديتورز بتتفرز بكميات كبيره وتبدا في الصوت تمشي في الفلويد تمشي في الفلويد، فالسيلز تتحرك في عكس ما الكيموتاكتيك فاكتورز دي جايه. فهمنا القصه؟ طيب حصل اتراكشن، وصلت السيلز للمكان اللي حصل فيه ايه؟ اللي فيه الانفلاميشن، تبدا تعمل ايه؟ عايزه تعمل فاجوسايتوزس. عايزه تاكل الحاجه تعمل انجلفمنت. بس هل يعقل النهارده ان انا ادي الكنز دي لو انا عايز اعمل لها انجلفمنت يعني ابلعها هعمل كده مثلا يعني؟ ولا لازم الاول يبقى فيه اتاتشمنت امسكها الاول عشان اعرف اكلها؟ يبقى لازم الخطوه بتاعت الاتاتشمنت. وخط الاتاتشمنت لازم تبقوا عارفين يا جماعه ان الاتاتشمنت ممكن يكون بطريقه من اثنين، ممكن بشكل دايركت زي كده. يعني ايه دايركت؟ يعني تبقى الفاجوسيتك سيل زي كده عندها ريسبتور معين يقدر يتعرف على الباثوجين، موليكيول معين في الباثوجين. دكتور بس الوصف ده يخلينا نظن انه كده الكلام سبيسيفيك. ما انت بتقول ريسبتور معين لانتيجين معين، ده معناه ان الخليه دي سبيسيفيكلي صح؟ لا، ده هي الفكره في ايه؟
ان الفاجوسيتك سيلز نون سبيسيفيك. طب يا دكتور ازاي؟ مش فاهم. هي عندها ريسبتور لكومن انتيجنز. مش فاهم الحته دي تاني. تعالى كده دلوقتي، ايه الحاجه الكومن بين الولاد والبنات اللي قاعدين في القاعه؟ يعني كلكم عندكم شعر تقريبا كويس؟ تقريبا ماشي؟ فلو انا قلت انا تفاجوسيتك سيل همسك اي حد عنده شعر، عندي ريسبتور بيمسك الشعر، يبقى انا ساعتها بقيت سبيسيفيك لمحمد او لاحمد او لحسام او لرحاب او وات ايفر؟ لا، انا كده مش سبيسيفيك، انا اقدر امسك اي حد فيه. وانا فعلا دلوقتي اقدر امسك اي حد فيكم؟ طب انا هنا ادي ريسبتور يعرف يمسك الشعر، يبقى اعمل اتاتشمنت. طب يعرف يمسك هنا؟ يعرف يمسك هنا؟ انا اعرف امسك هنا الشعر دلوقتي؟ ليه؟ عشان الكفر، عشان الغطي. الانتجن اللي انا اعرف امسكه متغطي. انت عايز تقول ايه تاني؟ عايز اقول ايه يا جماعه؟ ده كومن انتجن اللي موجود، ده كومن انتجن في كل البكتيريات ديت، ما ميزش ما بين احمد ولا حسين ولا عبيد، صح؟ فعشان كده الفاجوسيتك سيلز بتاعتنا تقدر تمسك في الكومن انتجن ده. على فكره الكومن انتجن ده بنصف عليه كلمه فان. ايه فان دي؟ باثوجين اسوشيتد موليكيولار باترن. يعني باثوجين اسوشيتد ميكرو الباترن اللي مع الباثوجين فبيميزه. والريسبتورز اللي هي بتسميها باترن ريكوجنيشن ريسبتورز. واشهر واحد منه عايز تعرفوا اسمه بس اسمه تول لايت ريسبتورز لانهم مجموعه كبيره قوي. فببساطه دي تعرف تعمل هنا دايركت اتاتشمنت بريسبتور ده على دي. خلاص؟ حلو قوي. لكن لو لسبب ما البكتيريا دي بتغطي الحته الانتيجينيك نضغطي ايه؟ الاكزامبل ده بنشوفه حقيقي، واللي ذاكر الجنرال هيعرف انه في بعض انواع من البكتيريا بتعرف تعمل حاجه اسمها ايه؟ كبسول. ده ايه الكبسول ده؟ ده كان اكسترا سيلر ستراكشر بيتكون غالبا من البولي ساكرايت كومن يعني كل البكتيريا عشان يحميها من الفاجوسايتوزس. ليه؟ ما هو ان الفاجوسيتك سيلز مش هتعرف تعمل اتاتشمنت، مش هتعرف تبلعها. فهمنا يا شباب؟ وبالتالي هتبقى بروتكتد. ساعتها الفاجوسيتك سيل تسكت؟ لا. لو هي مش عارفه تمسك دايركت تجيب حد يمسك لها. تجيب حاجه بنسميها اوبسونين، والبروسيس كلها يبقى اسمها ايه؟ اوبسونايزيشن. القصه دي بتحصل ازاي؟ على سبيل المثال ممكن يجي انتي بادي يمسك هنا في الكبسول ويمسك هنا في اف سي ريسبتور موجود على السيرفس اوف فاجوسيتك سيل. او كومبلمنت مثلا بروتين زي السي 3 بي هو اسمه كده وهنعرف بالتفصيل يعني ايه، ليه ريسبتور هنا فده يمسك هنا ساعتها تروح السيل مطلعه سودوبوديا وبلع الاثنين مع بعض. الانتي بودي ده او الكومبلمنت بروتين ده بنطلق عليه كلمه ايه؟ اوبسون. يعني ايه اوبسون؟ يعني حاجه هتسهل الفاجوسايتوزس. ليه؟ عشان الفاجوسيتك سيل ما كانتش عارفه تعمل اتاتشمنت، فده بيساعدني في عمليه الاتاتشمنت عشان اعمل تيك. وصلت؟ طيب كلام جميل قوي. انا بعد ما دخلت الباثوجين جوه هنا هبدا اعمل له ايه؟ دايجيشن. انا بلعب الحاجه هبدا اكسرها. طيب ابدا إيه يعمل دايجيشن؟ يعني هتكسر كل القصه دي كده؟ ايوه. كان الباثوجين ده كسرناه، فلما بيتكسر وبيتفتت بيتبقى منه اجزاء بالمنظر ده كده. السؤال بقى الاجزاء دي هتعمل فيها ايه؟ الاجزاء اللي اتبقت دي هعمل فيها ايه؟ في حاجات منها ملهاش لازمه؟ هيعاد استخدامها تاني او ارميها بره الخلايا؟ وفي حاجات مهمه جدا بتبقى كاركترستيك ومميزه للبكتيريا فما ينفعش ارميها، لا دي اعمل فيها بقى خليها لي تعالى بقى عشان اعمل لها حاجه مهمه جدا اسمها انتيجين برزنتيشن. يعني ايه القصه دي؟ تعالوا نشبهها بمثل عشان نوصل للمفهوم اللي فهمه. انا ببساطه لو انا فاجوسيتك سيل ونزلت وعملت فاجوسايتوزس اكلت محمد على سبيل المثال كويس؟ بعد ما اكلته جوايا هعمل له دايجيشن. وبعدين بعد ما هكسره هيطلع منه اجزاء مميزه لي هاخدها واروح جاي عاملها انتي برزنتيشن لمين بقى؟ لخلايا سبيسيفيك اسمها ايه؟ اقول للمعتز، معتز شايف النضاره دي؟ بعد اذنك انزل بقى دور لي في الجسم كله على اي خليه عندها الانتيجين ده. فبقى معتز سبيسيفيك لاي خليه عندها الحته الانتيجين دي. انا كل اللي هو عارف الانتيجين منين؟ اما عملت له انتيجين برزنتيشن. يبقى الستيب بتاعت الانتيجين برزنتيشن دي يا شباب هي هتبقى بمثابه اللينك
between innate immunity والacquired immunity. لأن الخلايا بتاعت الacquired immunity هتتعرف على الانتيجين من خلال الخطوة دي. طب تعالى وريها لي كده هتحصل ازاي؟ لو احنا شفنا كده ادي الفاجوسيتك سيل بتاعتي منظرها كده اهو، بتبدا تكون جواها حاجه زي المشتل عشان تمسك فيه الانتيجين ده. اسمه ايه؟ اسمه ام اتش سي. اسمه ايه يا شباب؟ ام اتش سي. هيمسك الانتيجين وهي جوه ويروح جاي واخده وطالع فيه على السيرفس من بره المنظر ده. ادي الام اتش سي وادي الحته الانتيجينيك اللي هو ماسكها. زي ما انا عارف بالظبط كسرت ده خدت منه حته بقدمها لمعتز. عشان مين اللي يجي بعد كده؟ تيجي خليه زي التي لينفوسايت تمسك هنا فتتعرف على الانتيجين. ليه؟ الستيب دي اسمها انتيجين برزنتيشن، والهدف منها ببساطه شديده ان انا اعرف الخلايا او اطلع خلايا سبيسيفيك او اكوايرد اميونيتي اجينست ذيس انتيجين عشان انقل للايه؟ للخط الدفاعي الثاني. احنا قلنا في خط دفاع اول اللي هو الفيرست لاين ديفنس كلاسيك انيت اميونيتي، والتاني اللي هو الاكوايرد اميونيتي. ماشي؟ كلام جميل قوي. يبدا على فكره الصوره شويه ده بصوره بتبين التول لايك ريسبتورز. انا بقول لكم يا جماعه هم كتير انواع، يعني مثلا التول لايك ريسبتور نشوف مثلا التول لايك ريسبتور 5 ده بيمسك الفلاجيلين، والفلاجيلا ده الاورجن اوف موتيليتي بتاعت اي بكتيريا؟ كل البكتيريا. فيبقى الفاجوسيتك سيل دي سبيسيفيك لبكتيريا واحده ولا بكتيريا كتير جدا؟ بكتيريا كتير جدا، عشان كده معانا ان هي تبع الانيت اميونيتي مش سبيسيفيك. خلاص ده سيم بالنسبه لبقيه التول لايك ريسبتورز. دي الستبس بتاعت الاتاتشمنت، ركزوا كده ده دايركت اتاتشمنت. الاورجانيزم لزق عمل سيلوبوديا وراح بلعاه. هتعمل له دايجيشن ازاي؟ هو دخل جوه فاجوسوم وهي عندها لايزوزوم، تمام؟ جواه لايزوزايمز. الفاجوسوم مع اللايزوزوم هيبان تاني هنا كده. فاجو لايزوزوم، الدايجستيف انزايمز هي اللي تبدا تعمل الدايجيشن عشان تكسر لي الاورجانيزم. طيب ده دايركت اتاتشمنت، ده مش المره الاخيره، دايركت اتاتشمنت فاجوسايتوزس بقى عندي الماكيول او الفاجوسوم، لايزوزوم، فاجو لايزوزوم، اعمل دايجيشن. اللي بعد كده يبقى انتيجين برزنتيشن. طب بصوا بقى اندايركت اتاتشمنت ازاي؟ دي بتحبط حاجه او بجيب لها اوبسون زي الانتي بودي اهو. يمسك ويجي يمسك على الريسبتور هنا عشان يبقى كده عملنا اندايركت اتاتشمنت. نبدا نطلع سلبوديا ونبلع الباثوجين بالاوبسون اللي كان ماسكهولي، وخلاص فاجوسوم لايزوزوم فاجو لايزوزوم دايجيشن وخلصت البروسيس. في اي مشكله كده؟ طيب يبقى ده اندايركت اتاتشمنت، عملنا دايجيشن وهنعمل انتيجين برزنتيشن. النيوتروفيتس قلناها، المونوسايتس والماكروفاج. ايه ده؟ الفاجوسيتك سيلز. النيوتروفيتس فاجوسيتك سيل بس للامانه اخرها انها تاخد الباثوجين تكسره، ما بتعملش انتجن برزنتيشن. مين بقى اللي ياخد الانتجن يكسره ويعمل انتجن برزنتيشن؟ المونوسايت واختها الثانيه الماكروفاج. لانهم كانهم دبابه كبيره كده بتبلع الحاجه جواها تكسرها وهتعمل انتجن برزنتيشن. ايه الفروق ما بين الاثنين؟ المونوسايت هي الماكروفاج بس المونوسايت سيركيليتنج في البلاد. لما تعدي في الديشز وتبقى بتعدي بين السيلز وبعضها يبقى اسمها ماكروفاج. كلير كده؟ يبقى الفاجوسيتك سيلز اللي عندي ممكن تعمل فاجوسيتوزس، تعمل انتجن برزنتيشن، مونوسايت ومين؟ وماكروفاج. الفارق ان المونوسايت هي الماكروفاج بس المونوسايت كانت فين؟ في البلاد. ما ننساش تاني هي عملت فاجوسيتوزس بعد كده عملت دايجيشن وهتعمل في الاخر انتجن برزنتيشن عشان تو انيشيت الاكوايرد اميونيتي. في خليه ثانيه بتعملها في الاميونيتي اسمها دي سي دندريتك سيل. ايه الدندريتك سيل ده؟ التسميه جت من وصف شكلها، لانه الدندريتك سيل دي شكلها ليها دندرايتس كتيره، يعني ليها زوايا شجيريه كتير عامله زي فروع الشجره. لازمتها ايه القصه دي؟ لو كانت الماكروفاج بتعمل انتيجين برزنتيشن بتقدم انتيجين لخليه واحده، فكان الدندريتك سيل عشان عندها ايادي كتيره هتعمل انتيجين برزنتيشن لخلايا ثانيه كتير جدا. صح؟ عشان تتخيلوا ده منظر الدندريتك سيل. شايفين قد ايه الزوايا اللي عندها؟ وعشان كده هي عندها قدره انها تعمل انتجن برزنتيشن لسيلز كتيره ات ذا سيم تايم. عارفين؟ تخيلوا ان الدندريتك سيل دي ممكن
كان اكشن برزنتيشن ب 3000 كيلو بوسايد في نفس اللحظه اب تو 3000 خليه يبقوا واقفين بيحصل لهم ستيميليشن او اكتيفيشن من الدندريتك سيل. ودي ميزه الدندريتك سيل، يعني ده الفرق ما بينها وبين الماكروفاج العاديه هي المونوسايت، هي الفرق في حاجتين للامام، الفرق في المكان لانه هنلاقيها عندنا في الليمفويد تيشوز بتاعتنا وتحت الابيثيريال سيلز، وكمان الشكل بتاعها اللي شكله مميز جدا ان هي ليها دندرايتس، وبالتالي بتعرف تعمل مور انجي برزنتيشن مور ستيميليشن لخلايا كتير ات ذا سيم تايم. ده مين دي؟ ده الدندريتك سيل. طب وهي عباره عن ايه؟ فاجوسيتك سيل زيها زي الماكروفاج زيها زي المونوسايت، لكن الميزه اللي فيها زياده ايه؟ انها الانجي برزنتيشن لعدد اكبر من الخلايا في نفس الوقت. طيب نكمل بقيه الخلايا اللي عندنا واسمهم جرانيولوسايتس. عندنا ايزينوفيلز وبيزوفيل وماست سيل. الايزينوفيلز يا شباب هي جرانيولوسايت، خليه عباره كده مليانه جواها جرانيولز كتير قوي. على يعني خلينا دلوقتي في اول حصه بس نقول ان هي هي زي المطلعه دي مليانه جرانيولز. كل اللي انا عايزه تبقوا عارفينه انها بتكتر قوي في الالرجي وبتكتر قوي في حالات البارازايتس بارازيتك انفستيشن، بدليل ان انتوا في البارا كل ما بتتزنوا بيقول لك ايزينوفيليا صح؟ سي دي سي ايزينوفيليا مش لاقي تعمل في البارا؟ هي نفس القصه بالظبط، هي ايزينوفيلز فعلا ليها دور في الباراسايتولوجي لان ليها دور في الايميونتي اجينست بارازايتس، لكن كمان مهمه جدا او ليها دور مش عارف بنعتبرها از ماركر مؤشر اذا كان في الرجي او لا. كويس. طب البيزوفيل والمص ده هم دول بقى الكوبتين الرئيسيتين مصطين المسؤولين عن قصه الالرجي. هنلاقي ان الماست سيل والبيزوفيل دول لما بيحصل لهم اكتيفيشن بشكل ما هنقوله المره الجايه هم اللي بيعملوا لي عمليه ايه؟ الهايبر سنسيتيفيتي او الالرجي. بس خلينا نتفق، طب ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ ولا حاجه، هي بس دي في البلاد ودي في التيشوز، زي الفرق ما بين المونوسايت ومين؟ والماكروفاج. البيزوفيل في البلاد والماست سيل في التيشوز. نفس الكلام اللي قلناه هناك ما بين الفرق ما بين مين ومين؟ مونوسايت وماكروفاج. كويس، وهنتكلم عنهم بالتفصيل اكتر لما هنتكلم في هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 اللي هي الالرجي او الانفلاكسس او الاتوبي، المسميات المختلفه بتاعتها والانواع المختلفه بتاعتها. السور اللي احنا كنا بنرسمه كفيرست لاين اوف ديفنس ميكانيزم كان فيه باريرز كيميكال وميكانيكال، كان فيه نورمال فلورا، كان فيه فاجوسايتوزس كبروسيس وفاجوسيتك سيل، وكان فيه كمان دايركت اكسترا سيركلي. ليه سميناها دايركت اكسترا سيلولار كيلينج؟ لانه من شويه الفاجوسيتوزس كانت انترا سيلولار. بس فاهمين عمال يعني ايه؟ ما هو لما عملنا فاجوسيتوزس وبلعنا الطفش اللي جوانا كسرناه انترا سيلولار صح؟ انما الاكسترا سيلولار ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت عندك خليه هتروح تهاجمها وتكسرها من غير ما تعمل لها فاجوسيتوزس. تاني انا عندي طفش او خليه غريبه على الجسم انتيجين هضربها واكسرها من غير ما اعملها فاجوسايتوزس، ودي المقصود بكلمه دايركت اكسترا سيلولار كيلينج. اهم خليه انفولفد عندي في الدايركت اكسترا سيلولار كيلينج هي مين يا شباب؟ هي الناتشرال كيلر سيل. وانا بشبهها دايما بانها شبه امين الشرطه. امين الشرطه؟ امين الشرطه ده عارف ان هو راقص على السلم، ولا هو عسكري ولا هو ظابط. وهي ناتشرال كيلر سيل كده، ولا هي نيوتروفيل يعني شغاله على سبيسيفيكالي، ولا هي زي اخواتها الليمفوسايتس التي والبي ليمفوسايت، هي في النص شغاله زي الليمفوسايت، هي الليمفوسايت شغاله زيهم لكنها مش سبيسيفيك، هي انيت. فاهمين القصه؟ مش ادابتف، هي انيت. طب بتشتغل ازاي؟ الناتشرال كيلر دي عشان تقتل زي امين الشرطه. هو امين الشرطه بيشتغل ازاي؟ اي مصاد شيء جدا يقول لك بطاقه. بطاقه. يبقى البيت التانية بيعمل ايه؟ بيتعامل، صح كلام؟ على طول، انما لو بطاقتك راح مطلع لي بطاقة، هات ايدك؟ يبقى خلاص الراجل ده سايبنا وراه ومش عامل لها حاجة. تيبيكال الناتشرال كيلر سيل ازاي؟ الناتشرال كيلر سيل عندها انهبيتوري ريسبتور. الانهبيتوري ريسبتور ده هو اللي بتتعرف بيه ماشية كده في الجسم، بطاقتك، يعني ايه بطاقتك؟ أصل كل خلية عندنا في الجسم هنعرف كمان شويه ان ليها طاقه شخصيه بتميزها، ان يعني الخليه دي بتاعت احمد، الخليه دي بتاعت امام، الخليه دي بتاعت محمد. فانا الناتشرال كيلر سيل بتاعتي عارفه الخلايا بتاعتي، بطاقتك لقيت البطاقه دي موجوده
يحصل انهبيتوري امبلس جواها فما تقتلش الخليه دي. اتس ماي سيلف سيلف بضاعه مفيش الانتيجين ده، يبقى دي حاجه غريبه تروح جايه تخلص على الباثوجينيك سيل. على فكره باثوجينيك سيل يعني ممكن تبقى خليه جواها فيروس، يعني فايرال انفكتد سيل، ممكن تبقى تيومر سيل، خليه سرطانيه اللي بحكي لكم عنها القصه، ان هو عباره عن كانسر سيل وكانت موجوده، بس عشان هي كانسرس ما هياش زي الخلايا بتاع الجسم بالظبط، فما عندهاش البطاقه اللي بحكي لكم عليها. على فكره بالمره عشان نخلص ونعرف اسم البطاقه، البطاقه اسمها ام اتش سي. ام اتش سي، احنا كده سمعنا ام اتش سي مرتين. ايوه، مره على الانتيجن برزنتيشن، كانت الانتيجن برزنتيشن سيل بتكونه عشان تطلع الانتيجن، ومره عرفنا دلوقتي انه موجود على الخلايا بتاعتنا وكانه بطاقه شخصيه للخلايا بتاعتنا، صح كده؟ طيب نكمل تاني. يبقى الناتشرال كيلر سيل بتقتل ازاي؟ اه في كلام كتير عليها اللي هي مش انتيجن سبيسيفيك. ايوه، ما هي مالهاش دعوه بمين ده؟ هو معاه ولا معاهوش؟ مش سبيسيفيك زي ما هنشوف دلوقتي في التيم البي ليمفوسايت، ما عندهاش سي دي 4، ما عندهاش سي دي 8 اللي هنتكلم عنهم كمان شويه. بتقتل خلايا زي التيومر سيلز والفايرال انفكتد سيلز، بتقتلهم ازاي؟ انها عندها انهبيتوري ريسبتورز، او بتسميها كيلر انهبيتوري ريسبتورز. لو الكيلر انهبيتوري ريسبتورز دي مسكت في الام اتش سي، خلاص خير وبركه، عادي انت الخليه بتاعتي مش اي ام اتش سي، الام اتش سي بتاعي انا، يعني الناتشورال كيلر بتاعتي انا، عارفه الام اتش سي بتاع الخلايا بتاعت احمد. لكن لو انا النهارده خدت من هاجر خلايا حطيتهم في جسمي عليهم ام اتش سي برضه؟ اه. الناتشورال كيلر بتاعت انا تتعرف على الخلايا بتاعت هاجر على انها سيلف انجن ولا نون سيلف؟ نون سيلف. فتتعامل معاها وتخلص عليها. السؤال بقى هتخلص عليها ازاي يا شباب؟ عندها اكتر من تكنيك، عندها ثلاثه تكنيكس بتقتل بيهم الحاجه الانتيجين، الخليه الانتيجين. وحصول بسهوله خالص، ان هي يا اما تخرمها يا اما تسمها يا اما تكهربها. ده سيريس والله، مش تهريج يعني. يا بتخرمها، وده بيحصل ازاي؟ خليني ارسم لكم الرياكشن. تخيلوا انه هي دي الناتشورال كيلر سيل اهي، وادي الريسبتور بتاعها اللي احنا قلنا بيعمل لها انهبيشن، وادي الانتيجينيك سيل اهي، وليكن دي خليه بتاعت تيومر. فين الام اتش سي؟ مفيش. تقوم هي تعمل ايه؟ احنا قلنا اول اوبشن انها تخرمها، هتطلع حاجه اسمها بيرفورنس، خرمات، عشان تبدا تعمل بيرفوريشنز بورز في الايه؟ في السيل وول او السيل ميمبرين، خلينا نقول السيل ميمبرين بتاع التيومر سيل دي. او ممكن تروح تطلعها حاجه ثانيه اسمها جراند زاينز، ودي عباره عن جرانيول صغيره ليها انزيماتيك اكشن، هتدخل جوه الخليه من هنا وتستيميليت حاجه بنسميها ابوبتوسس. كويس؟ هو يعني ايه ابوبتوسس الاول؟ مش سامع. بروجرام سيلز، يعني ايه برضه بروجرام سيلز؟ ها؟ بيخلي الخليه تنتحر، يعني ايه برضه تنتحر؟ هم قالوا لك كده. بصوا يا شباب، سبحان الله ربنا خلق، احنا الخلايا بتاعتنا متبرمجه. كويس؟ فيها حاجات كتيره جدا عشان تعمل كل الفانكشنز، انزيم معين، بروتين معين، سكريشن معينه. نفس القصه بالظبط، الموت احد البرامج اللي متبرمج عليها الخلايا بتاعتنا. انه يجي لها وقت معين نتيجه لستيميلس معين تموت، من غير ما من بره يحصل لها حاجه، من غير ما من بره يحصل لها، يعني من غير بيرفرنس ولا اي حاجه تخرمها من بره، لا، ده الفكره كلها من جوه بيحصل اكتيفيشن لمجموعه من الانزيمز هي اللي تعمل دايجيشن وستراكشر لمين؟ للخليه من القلب من جوه فتموت. التكنيك ده ممكن يحصل عن طريق جراند زاينز، وممكن يحصل عن طريق ان الناتشرال كيلر سيل تكهربها. يعني ايه كلمه تكهربها دي؟ ده تكنيك اسمه فاز ليجند باثواي. ايه الكلام الكبير ده؟ فاز ليجند باثواي. تعالوا تخيلوا معايا انه اي خليه، انا هشيل الحاجات كده ونقول انه التيومر سيل اللي انا برسمها دي او خليه ديزيزد اهي، ديزيزد سيل او انتيجينيك سيل،
لو هي خلية في جسمي أنا بتاعتي أنا بس بقت ديزيز، عايزين نخلص منها ونموتها، بيطلع من عليها من السيرفس بتاعها مولكيول اسمه فاز. ده بيبقى على السيرفس بتاعها. وبعدين الناتشرال كيلر سيل عندها ريسبتور للفاز اسمه فاز ليجند. أول ما الفاز يمسك في الفاز ليجند، عارف كده بيحط فيه شبكة كهرباء، إشارة قوية جدا هتتكون هنا جوه تحفز a lot of enzymes ويحصل apoptosis. تاني كده يعني apoptosis اللي حصل جوه لو بروجرام سيلز حصل بطريقتين. الطريقة الأولانية الجرانزيمز انزيمز دخلت عملت ستيميليشن دايركتلي للإيه؟ للإنزيمز اللي جوه الخلية عشان تموت. أو بتكنيك تاني اسمه يا شباب فاز ليجن باثوي، صح كده؟ طيب خليني أوريكم الفيلم ده سريعا، ناخد كده ريست نبص على القصة دي. هو الموفي ده هيبقى بيوضح يعني ايه فكره الابوبتوزس، فركزوا معايا بقى كويس قوي ونشوف القصه ايه. يعني ايه ابوبتوزس؟ تعال نشوف. لو انتوا واخدين بالكم يا شباب الخلايا كلها لونها بينك ما عدا خليه واحده بس هي اللي لونها اخضر، الخليه اللي لونها اخضر دي هي الديزيز سيل. هي الخلية اللي ديزيز، هي اللي فيها مشكلة. كويس؟ كل اللي حواليها ده هيلثي سيلز، على فكرة ده يعني كرتون لموقف حقيقي بيحصل في الجسم عندنا. بصوا حضراتكم كده هتلاقوا في خلية لونها أبيض بدأت تطلع من بين التيشوز بتاعتنا وتتحرك تتحرك عشان توصل لغاية الديزيز سيلز أو الخلية المريضة. حلوة هي وصلت بقت التجهيز اللي فيها. هنكبر الصورة أكتر حاجة كده بتاع 10 مليون مرة ونبص للسيل سيرفيس بتاع الخليتين ايه اللي بيحصل فيه. شايفين الاخضر ده هو الديزيز سيل، والمولكيول اللي احنا شايفينه ده هو الفاز مولكيول. الخليه اللي عماله تقرب من فوق دي هي الناتشرال كيلر سيل اللي عندها فاز ليجن اهو. بصوا اللي هيحصل بقى. الفاز مسك في الفاز ليجن عشان تتنقل سيجنال اكروس ده سيل ممبرين اوف ديزيز سيل. كده السيجنال اتنقلت جوه الخليه. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل جوه الخليه. ايه اللي بيحصل ده؟ واضح ان في مجموعه من الانزيمز هيبدا يحصل لها اكتيفيشن. طبعا الديتيلز والاسامي مش عايزكم تعرفوها مش مهمه خالص بالنسبه لكم، بس انا عايزكم تتخيلوا يعني ايه كلمه ابوبتوزس. ادي انزيمز كانت بروتينز موجوده جوه بدات كده اكتيفيت وكانها فاير كانها حقيقه. نعم ادي سيجنال انزيمز بتعمل مور اكتيفيشن انزيمز ثانيه. كل ده بيبقى جوه الديزيز سيل، يعني الخليه الديزيز هي اللي بتحصل جوه كل الكلام ده. تبدا البروتينز اللي بقت اكتيفيت تكون تكسر. بصوا كل البروتين بيتقسم ده ازاي؟ بدات تكسر اوريدي في الانترا سيلولار بروتينز اللي موجوده عندنا. شايفين كل الانزيمز اللي بدات تبقى اكتيفيت قد ايه؟ سيجنال عماله تزيد وهتبدا تنفيت كل الخليه بتاعتي وتعمل لها ديستراكشن.
الانسان ما كسرت بقيه البروتينز كسرت السيتوسكيلتون. يعني ايه؟ يعني الخليه من جوه عماله تتدمر حته حته. كل ده ادي بصوا المنظر، احنا خرجنا بره تاني. الديزيز سيل الحقيقه اللي حصلت جوه دي الابوبتوسس اللي حصل ده كله هيبدا يخاب الخليه رغم انها سليمه من بره، الا انه عمليه الدستركشن كانت انترنال زي ما احنا شفنا كده، وفي الاخر هتموت الخليه ديت وتتكسر وخلاص وكانها ايه؟ وكانها ما بقتش موجوده. اللي بدا البروسيس دي يا شباب فاز، فاز دي التصوير هو اللي شفناه، وكمان الجراند ساينز اللي ممكن كانت تفرزها لي الناتشرال كيلر سيل ممكن تساعد في حاجه زي كده. عشان يبقى اللي احنا شفناها دي هي الفكره، فكره الابوبتوسس يعني ايه؟ خلينا نقول حصل ازاي تاني؟ ناتشرال كيلر سيل حاجه اسمها فاز، فاز دي التصوير. التكنيك الثاني الجرانزايمز ممكن هي اللي تخش دايركتلي عشان تستيميليت الحقيقه اللي احنا شفناها دي فتكسر الخليه بتاعتي. حلو قوي. نرجع تاني احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ناتشرال اميونيتي او الدي ان ايه فيرست لاين ديفنس ميكانيزم، مجموعه من الباريرز ميكانيكال وكيميكال. نورمال فلورا بتشتغل عندي اكتر من تكنيك. الفاجوسايتوسز اللي بتعمله الفاجوسايتيك سيلز المختلفه، دايركت اكسترا سيل كيلينج اللي بتعمله الناتشرال كيلر سيل، وكمان في مجموعه من السيركيليتنج بروتينز شغاله عندي في القصه. سيركيليتنج بروتينز زي الكومبلمنت سيستم، واحسن تشبيه كومبلمنت سيستم ده عامل زي الالغام يا جماعه. لان الكومبلمنت سيستم ده عباره عن مجموعه من البروتينز موجوده في كل البادي فلويدز، في كل البادي فلويدز ما عدا السي اس اف ميوري، موجوده بشكل ان اكتف. يعني البروتينات دي شويه مثلا، البروتينز دي موجوده جوه الجسم في كل حته ان اكتف. لما تلزق في باثوجين يحصل لها اكتيفيشن فتبدا تعمل ديستركشن للباثوجين. دول مين دول؟ الكومبلمنت بروتينز يا شباب. على فكره الكومبلمنت بروتينز دول ليهم اكتيفيشن كاسكيدز، يعني او باث ويز فور اكتيفيشن. بيفكروني باللي كتبوه في الفيزيولوجي زمان زي الكواجيليشن سيستم انترنسك واكسترنسك. الكومبلمنت على فكره هي نفس القصه. كلاسيكال باث واي والترنيتيف باث واي. وفي باث واي ثالث اسمه ليتيف باث واي. دول كلها باث ويز عشان تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت اللي هم عباره عن ايه؟ بروتينز. ده يبقى في كل الجسم، لكن لما تمسك في الانتيجن يحصل لها اكتيفيشن فتعمل له ديستركشن. سايتوكاينز قلت لكم هي دي اللانجوج اللي بتتعامل بينها وبعضها السيلز بتاعت الميتي. يعني اوردر يروح من الخليه للثانيه تبقى اكتيفيتد، اوردر يروح من الخليه للثانيه تبقى انهبيتد. او حتى اكيوت فيز بروتينز، والاكيوت فيز بروتينز او الاكيوت فيز رياكتورز دي عباره عن مجموعه من البروتينز بتتصنع في الليفر. ليه بتتصنع او بتتصنع في الليفر؟ ان ريسبونس تو ايه؟ ان ريسبونس تو ميديتورز. يعني انت حصل لك دامج في تيشو معين فهيبدا يحصل اكيوت انفلاميشن. من الميديتورز اللي بتطلع في المكان ده هتروح للليفر تنبهه يطلع مجموعه من البروتينز اسمها اكيوت فيز بروتينز. الاكيوت فيز بروتينز دي ليها دور انها تزود الاكيوت انفلاميشن. انا بس عايز تعرفوا اساميهم دلوقتي زي السي ري اكتف بروتين وحاجه اسمها مانوز بايندنج بروتين. دول ليهم دور في اللوكال اميونيتي او الاكيوت انفلاميشن. خلاص دي الباسوي بتاعت الكومبلمنت، وده ده درس لوحده هنقوله ان شاء الله. كل اللي احنا شفناه كده واضح انه انفولد في البروسيس اللي سميناها انفلاميشن. يعني ايه؟ احنا لو تفتكروا في الباثولوجي اللي اخدتوه كلكم قلنا الباثوجين بيدخل دامج حصل للجسم يبدا يحصل ستيميليشن لسيلز كتيره عشان يحصل الانفلاماتوري ريسبونس. الانفلاماتوري ريسبونس اللي كان الهدف منه انه يعمل لوكاليزيشن للباثوجين في مكان محدد، وفلويدز كتيره بتيجي عشان تعمل دايليوشن للباثوجين ده، وكمان فاجوسيتك سيلز بتيجي عشان تعمل فاجوسايتوسس واليمينيشن للباثوجين ده. كويس؟ انا بس حبيت احط لكم السؤال ده عشان افكركم بالساينس اوف انفلاميشن. فاكرين هم الخمسه ساينس دول؟ انتوا محطوطين زي اسريكو يعني. اللي هو القصه بتاعت ريدنس والوولنس والبين سويلنج ولوس اوف فانكشن، صح كده؟ كلام جميل. كده احنا قلنا كل ما احنا كل الحاجات اللي عايزين نقولها عن الفيرست لاين هو ديفينس ميكانيزم. يعني خلينا نراجع تاني بسرعه عشان نهم الدنيا. انت عندك باثوجين بيحاول يقتل. اول سور بيقابله، اول حائط دفاعي بيقابله هو مين يا شباب؟
innate immunity اللي هو فيه barriers مجموعه من barriers زي مين ومين قلنا ميكانيكال وكيميكال نورمال فلورا بتشتغل باربع ميكانيزمات توسطها انها بتمنع الباثوجينيك بكتيريا انها تدخل فاجوسايتوزس اللي جاتها تكون بيه خلايا زي الماكروفاج خلايا زي المونوسايت وطبعا ما ننساش البوليمورف نيوكليار ليمفوسايت دايركت اكسترا سيركلينج اللي كانت بتعمل لك هي اسمها ناتشرال كيلر سيل والسوليبل بروتينز زي ما قلنا عندنا الكومبلمنت وعندنا سايتوكاينز وعندنا اكيوت فيز بروتينز خلاص. طب تعالى ننزل بقى على السكند لاين اوف ديفنس ميكانيزم خط الدفاع الثاني. الخط الدفاع الثاني بتاع الايميون سيستم يا شباب اللي هو بنسميه الاكواير اميون. ماذا بقى الاكواير اميون؟ تعال نشوف حلو السؤال ده. هو انا امتى هحتاج السكند لاين؟ اكيد لما الباثوجين يعدي الفيرست لاين صح كده؟ يعني ده فشل الفيرست لاين بالنسبه للجسم انه يبروتكت الجسم يبقى محتاج انا السكند لاين بالنسبه للجسم. لما القصه وبيني وبينك القصه دي بتحصل على حسب نوع الباثوجين. يعني حكايه ان انا هحتاج لسكند لاين اللي هي الاكوايرد اميونيتي ده على حسب نوع الباثوجين اللي عندنا. هو الوحيد اللي هيقول لي انا محتاج سكند لاين ولا لا. تمام؟ تعالوا بس الاول تقول لي الكومبوننتس بتاعته وهفهمكم الكلام ده يعني ايه. مبدئيا الاكوايرد اميونيتي بتاعته يا شباب بتاعته اللي هي عباره عن حاطط الدفاع الثاني هي بتنقسم الى حاجتين. هيومورال اميونيتي وبقيه الصور بتاعي هنا كده اللي هي مين؟ سيل ميدييتد اميونيتي. ماشي؟ يبقى انا الاكوايرد اميونيتي بتاعتي بتنقسم لحاجتين هيومورال اميونيتي وسيل ميدييتد اميونيتي. خلينا مبدئيا نقول ان الهيومورال اميونيتي المسؤول عنها خليه اسمها بي لمفوسايت والسيل ميدييتد اميونيتي المسؤول عنها خليه اسمها تي لمفوسايت. كتير كده يا شباب؟ بس خلي بالكم لما انت دخلت حاطط الصف الثاني ده السكند لاين ديفنس ميكانيزم انت المره دي سميناها اكواير لانه هيبقى سبيسيفيك يعني ضد الحصبه في بي لمفوسايت ضد الحصبه ضد الهيباتايتس بي ضد الهيباتايتس سي يعني سبيسيفيك لباثوجين بعينه مش اي حاجه والسلام يمنعها. طب بناء على ايه؟ يعني اشمعنى هحتاج ده في بعض الباثوجينز او لا؟ بناء على الكلام اللي هقوله حالا في معنى كلمه انتيجينيستي وإميونوجينيستي. لان يا شباب ببساطه شديد جدا في حاجات او عوامل مجموعه من الفاكتورز بتاثر على الحاجه اللي جايه من بره تخليها إميونوجينيك اور نوت. يعني ايه إميونوجينيك؟ خلينا نتفق على اتفاق. اي حاجه بره الجسم بالنسبه لي غريبه ولا مش غريبه؟ غريبه. طالما بره الجسم وكانها انا بعتبر الجسم كانه دوله. فكل اللي بره هيعتبر ايه؟ غريب. فكل اللي بره ده انتيجينيك. طب لما بيحاول يدخل هيجيب البارير زي السكين يوبس وغيره 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 صح؟ كتير منهم بيتمنعوا البيوكس ينزل دي حاجات السكين يمنع بس في شويه تانيين بيحاولوا يعدوا. طب لو نجحوا ان يعدوا الفاجوسيتك سيلز تحاول تاكلهم. طب لو حصل ان الفاجوسيتك سيلز كانت شويه وشويه تانيين لا يبقى انا محتاج السكن لاين ديفنس ميكانيزم؟ اه مش بس كده كمان ده انا ممكن حتى لو الفاجوسيتك سيلز جالتهم انا برضه محتاج السكن لاين لانه على حسب النيتشر او طبيعه الباثوجين. انه ساعتها هقول عليه اميونوجينيك لانه قادر على انه يعمل ستيميوليشن للسبيسيفيك او الاكوايرد اميونيتي. مش كده تاني ما تحتاجش ولا باطل. بص شويه هو احنا النهارده مش طول ما احنا ماشيين في الشارع طول اليوم بنشيل تراب بنسيب تراب كلنا صح؟ كم واحد مننا ممكن يكون بيتعب لما بيشيل تراب او خسائر او عربيات؟ يعني نروح عربيات في الحاره هنا ثلاثه بس كويس؟ اربعه بقى انا خمسه خلاص انا ناسي. القصد ان مش كلنا بنتعب.
من الدخان. طب ليه؟ او من التراب. ليه؟ لانه طبيعي ان الجسم بتاعنا بيتعامل مع التراب ده علينا حاجه غريبه، بس النيت اميونيتي بتحجزه قبل ما يخش. ازاي؟ البريز المختلفه النوز عندنا فيها شويه شعر بيبدا يلزقه وخلافه فيمنعه اصلا ان يدخل جوه. لكن لو دخل وبعض الناس اوريدي عندهم شكل من الاشكال الحسيه، يعني هم هيكونوا ضد التراب او البارتكلز بتاعت الدخان دي اميون ريسبونس. ما هو ده المقصود بيه، هيبقى فيه اميون ريسبونس بين الليمفوسايت وبين الليمفوسايت، عشان كده بيحصل عندهم رياكشن اجينست الانتيجين. زي ما قلت حكاية ان التراب يتعبني ده حاجة نورمال، يعني ده اكساجيريتد اميون ريسبونس. وهو ده هيبقى سيستم. لان القصة في باثوجينز كتيرة او حاجات كتيرة بنتعرف لها طول اليوم بس ما بيكونش فيها بيوتي لانه الاثنين بفنجح خلاص. طب خلينا نركز ايه الفاكتورز اللي على اساسها الجسم بيحدد هي تنفع تبقى اميونوجينيك، يعني هتكون ضدها بيوتي اكوادمنت ولا لا؟ الفاكتورز دي كالاتي: رقم واحد فورنس، يعني كان الجسم بيسال نفسه زي الاغنيه بتاعت سلطان زمان قريب ولا بعيد؟ ولا يعني ايه ده؟ كل ما الباثوجين يبقى ريليتد ليا اقرب ليا ما يكون مش هيبقى اميونوجينيك. كل ما يبعد عني في ريليشن كل ما يبقى مور اميونوجينيك. مش فاهم الحته دي، تعالوا نفهمها واحده واحده. يعني على سبيل المثال انا النهارده لو قلت، خلينا نسيبك من المثل انا اخويا عبد العمي والكلام ده، خلينا في الريال سيتويشن. مش في ناس بيتعمل لهم زراعه سكين؟ عارفين ممكن واحد تعمل له جرافتنج؟ يعني بيعشر على حد حصل له حاجه في الفيس، بناخد حته من السكين من الثاي او من الباك ونحطها له في الفيس. هو يا ترى الاميون سيستم بتاعه هيتعرف على حته السكين الجديده في الفيس هنا على انها غريبه ويكون ضدها اميون ريسبونس ولا لا؟ ليه؟ عشان دي اسمها سيلف انتجن، هي اقرب ما تكون ليا، صح؟ طيب لو انا حبيت مثلا انقل اورجن من الوده لاخوه او يعني من واحد للتاني دول يحصل ريجكشن، الجسم يرفض. ليه؟ عشان هم ايديولوجي من دول مظاهره من المظاهرات. اما يجوا الشباب يعملوا مظاهرات طلبه المخربين المدمرين الوحشين كويس؟ مش معاها حصان ولا المهم يعني اللي بيعملوا ايه بقى؟ بيروحوا جايين يخلوا البنات الصغننين بقى اللي هم الناس ورا المفروض يعني والشباب الجامدين بقى كده قدام. وبالتالي الامن اما بيجي يضرب بيضرب مين؟ يضرب اللي حجمهم صغير مستخبيين ولا يضرب اللي قدام؟ اللي بيشوفهم صح؟ وممكن يكون السبب يعني يكون السبب هي البنوته الصغننه المخبيه في النص دي هي سبب المظاهره اصلا هي اللي عماله تقتل جوه. تخيلوا في وسط المظاهره دي الشباب اللي هم الدخان دول سيخناهم يتحمسوا بقى بس عايزين كل المظاهره يسمعوها. قام حد منهم راح شايلها عشان كل الناس تسمعها او شايل الولد اللي هو بيهتم ده عشان كل الناس يسمعوها. كده بقى اكتر حد ظاهر مين؟ كان اصغر حد رغم انه ما كانش متشاف في الاول عشان مخي والسمول سايز بتاعه، لكن لما بقى في كارير شاله حصل ان اتعرف عليه الامن اللي هو الاميون سيستم. وده بيحصل ساعات كتير يا شباب عشان نفهم الاكزامبل ده، خلينا نقول ريال اكزامبل. ساعات كتير ناس تاخد دواء زي الانسان او الاسبرين ويحصل لهم منه هيموليتيك انيميا. طب ليه؟ ليه ده؟ ما هو طبيعي ان احنا ناخد بنسلين اسبرين ما يحصلش حاجه. لا هو منحوس الشخص ده للاسف الشديد البنسلين دخل عنده